قول له يهدي السرعة. هدي السرعة يا ريس. باشا باشا. الله عرب، ايه اللي جابك باشا؟ صباح الفل عرب. عرب باشا، خفت عليك لحسن تتوه. لا باشا، معايا كفتان والكفتان اللي معاه ما بيشربش. لا امال فين سليمان؟ مختفي. بس هيروح فين؟ هيظهر بعد شوية. عندك حق يا باشا، هيروح فين يعني؟ ما يفضل على المراود غير اشر البقر. بقول لك ايه، امسك وجيه، هروح اجيب حاجه اشربها، خلي بالك منه. امرك يا فندم. ايه المشوار رجاله؟ الو. ايوه يا سيد، انت فين؟ انا مع خالد بيه. يا اختي في ايه مالك؟ يا نهار اسود ومنيل، انا كنت معتمد عليك تروح لعلي يا اخويا، تقول اني مش لوحدي. ارنولد نزل معايا النهارده وفاجئني. انا مش فاهم حاجه، اوصل لاخوكي فين؟ اصلي كلمته امبارح وقلت له انا نازله لوحدي عشان ينفذ عمليه الخطف النهارده. يا نهار اسود، انا خايفه قوي يا سيد، خايفه قوي، حاسه ان انا هحصل لسالي. بقول لك ايه، ارجع البيت حالا، اتلككي باي حاجه، اكن الدكتور لغى الميعاد. بس انا خايف. ابوس ايديك، ارجع البيت حالا، وانا اول ما ارجع هتكلم معاكي. سيد. طب يعني بينادوا على الطياره سعادتك. ميرسي قوي يا دكتور انك لحقتني قبل ما اطلع الطياره. سلام. زايد. باشا أمورنا يا باشا. انزل مع المعلم ابو العز هو والرجاله تحت، ونفذ الامر اللي بيقولك عليه. على راسي. يلا باشا. تسلم ايدك يا عرب. هم يا شباب، ورا ايدك مع ابو السيد. هات ابو السيد. الله ينور عليك يا سيد. هات ابو السيد. يخلص يا برعي. يلا شد حيلك، مش هوصيك، انت عارف اي يوم تاخير على رقبتي يا باشا ورقبه عيالي، وان شاء الله ربنا ينصرنا نصره كبيره قوي عشان نيتي اللي اصفى من لبن الحليب، والبحر ده يا باشا بسمك وقراميطه وحيتانه يشهد على اخلاصي ليك. طب يلا يلا شد حيلك، ربنا معاك، الحق وقتك. ربنا يبارك فيك يا باشا. سلام يا عرب، ما تحرمش منك ابدا. يلا يا رجاله. ايدك يا سيدي المعلمين. اطلع عاد يا قبطان. انزل يا برعي من وشي. اطلع يا قبطان. يا باشا وشك قلب على علامة استفهام كبيرة قوي. مش عيب يا سيد انك انت لما تبقى مش فاهم حاجة تقول مش فاهم. مش فاهم يا باشا. اسأل. مين خدنا وفين ودانا؟ ولا الحسبة كبيرة عليا يا سعادتك؟ حبة حبة على قلبك. احنا خدنا المصلحة وخرجنا بيها عشان لو حد من رجالة حسونة او جمال بيراقبنا يشوفنا واحنا خارجين من المصلحة. عملنا ايه بقى؟ رحنا لابو العز بالمصلحة، يعني استثمار في السريع كده، نكسبه ونكسب احنا كمان. حسنة مخفية. اه كده كفاية يا سعادتك. انا برضو مش عايز احمل مخي في وطاقته، وديني مع سعادتك، كل ما هغلب هسأل يا باشا. انا كمان مش هجاوب الا لما الاقي ان في فايدة من الاجابة. والصبر على السؤال منتهى الطاعة يا باشا. زينك حاضر يا سيد، وانا مش طمعان في اكتر من كده. باشا كان عندي ملحوظة، يعني هي مش في موضوعنا. الملحوظة تتقال من غير فرشة يا سيد، هي مش في المصلحة. أكيد سعادتك. خلاص اتكلم. هو الجارد الجديد اللي مع الهانم والبس صغير، اختيار سعادتك؟ سليمان. أنا شايف إن الحملة هيبقى تقيل عليه يا باشا، يستحسن يشيل على قده، وإذا أذنت لي يعني أرشح لك حد يكون قدها، وعلى الأقل نضمن ولاءه لينا. وأنت كده هتقدر على سليمان؟ أنت بتتعداه. ما أنا كنت ناوي أفرش كل الورق قدامه وأسيبه هو اللي يختار، عشان اللي سعادتك بتقول عليه ما يحصلش. تمام يا سيد. ربنا يخليك لينا يا باشا. في يا اختي بيقرب علينا سعادتك. طب اطلع انت. مالك اتخضيت قوي كده ليه؟ تعالى معايا. اوبا. حسب لا توقعني. انت طول عمرك بتوقعي واقف. الله اكبر، ما يحسد المرء الا اصحابه. هو حد يقضي شهر العسل في المانيا برضه؟ هما يعني اللي قضوا شهر العسل على البر خدوا ايه؟ ولا حاجه. سيد
سلام باشا. انا هدخل اريح شويه وانت اقفل الموبايل بتاعك، شيل منه الشريحه، مش عايز حد يعرف مكاننا عن طريق الجي بي اس. لا مش وقت عدم فهم دلوقتي. مش هسأل يا باشا، الحكايه واضحه. تعجبني، قول له يتحرك، مش مستني حد تاني النهارده. ايوه يا علي، دي حركه تعمليها فيا برضو. انت مش قلت جايه عند الدكتور وقلتي له ادبر اموري؟ ما انا كلمتك 100 مره عشان اقولك ان انا مش جايه، تليفونك كان مقفول، اعمل ايه يعني؟ هما الرجاله اللي كنت عندهم البدروم يعني اللي كانوا قاعدين فيه ما فيهوش شبكه. المهم طمنيني، انت ايه اللي خلاكي تلغي السفر فجاه كده؟ بعدين ابقى اقولك لما ابقى ارسى على بر. ما هو انت كده بتروشيني اكتر. طيب يا حبيبتي، نبقى نكمل كلامنا بعدين بقى لما ترجعي بالسلامه. باي باي. مساء الخير يا هند. مساء النور. خير؟ بحاول اكلم سالم بيه، مش عارف اوصل له. هو مسافر. في حاجه؟ الضابط ماهر ضرب سليمان بيه بالعربيه موته. ده ماهر. ارجوك يا فندم مشيها رسمي. انت كنت مشيتها رسمي عشان انا مشيها رسمي خلاص. الضابط، انا اعتبرت نفسي بره الداخليه من ساعه ما كتبت الاستقاله وقدمتها لسعادتك. انا بعت لك عشان اسالك، انت لما اتاكدت وعرفت ان سليمان هو اللي قاتل اشرف الله يرحمه، ليه ما قبضتش عليه وقدمته للمحاكمه؟ واحد زي ده باللي وراه عمرهم ما كانوا هيغلبوا ويخرجوه منها. فهمنا يا فندم، دم اشرف كان في رقبتي. انت خدت حق اشرف كده، لكن ضيعت مستقبلك. ده قضيه قتل عمد. عارف يعني ايه قضيه قتل عمد؟ حضرتك قلت لي سؤال واحد وانا جاوبت عليه. يا خسارة. انا بعت اجيب محامي وزمانه جاي عشان يحضر معاك. ملوش لزوم، انا مش محتاج لحد يدافع عني. مقتنع جدا باللي عملته وراضي بنصيب. تعال. بشكرك ان انت جبت ابني اشرف بيه. بابا مات شهيد الواجب، واللي قتله خد جزائه. اتفضل معايا يا مهربي. Thank you.